بحضور رسمي وحضور عدد من أساتذة الجامعات والمفكرين والأدباء، أحيا مكتب الثقافة بمحافظة إب أربعينية فقيد الوطن الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، والذي وافاه الأجل نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بعد حياة أدبية وثقافية حافلة. أبناء محافظة إب خصوصا والوطن بوجه عام يحيون الذكرى الأربعين لرحيل قامة علمية وأدبية وفكرية الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، الذي كان يمثل يعني قامة أدبية على مستوى الوطن العربي والعالم. وبالتالي اليوم أبناء محافظة إب يقفون هذه الوقفة لإحياء الأربعينية باعتباره رمزا من رموز الأدب والثقافة، وهو فخر لأبناء محافظة إب عموما والوطن بوجه عام. شكل الدكتور عبد العزيز المقالح حالة من حالة التصوف، حالة من حالة الإبداع، ولم يكن حالة محتكرة بأحد أو حالة خاصة، بل حالة عامة ملأت الآفاق والأرياء. لقد بنى الدكتور عبد العزيز المقالح علاقة حب حميمة مع كل قطرة ضوء، وتساءل بخوف عن تأخر المطر عن موعده المعتاد، وقض مضجعه هطول كل الكوارث والمخاطر التي تقض مضاجع الحمام، ونصب نفسه محاميا نبيلا للذود عن كل بساط أخضر، حارب التلوث البصري والصوتي والمادي، وحذر من كل الأنماط السلوكية الضارة بالبيئة، أقلقه التطرف المناخي، كتب عن الوردة والليالي المقبرة والصباحات البهية. الدكتور عبد العزيز المقالح شكلت حياته مدارا هائلا للقضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها. هو المجدد للأدب والفكر والحداثة، وأي كلام يقال عن المقالح فإنه لا يفي بحقه، فقد جسد اسم اليمن كعنوان بارز في الأوساط الأدبية والفكرية على المستوى العربي والعالمي. المشاركون في التأبينية اعتبروا رحيل الدكتور المقالح خسارة كبيرة لما احتلته قصيدته الحديثة ومقاله الرصين من مكانة في الأوساط الأدبية، جعلت منه اسما كبيرا وعلما من أعلام القصيدة العربية. إقامة أربعينية الأديب الكبير أديب اليمن وأديب العروبة الدكتور عبد العزيز المقالح ليست إلا وفاء بسيطا لهذا الرجل القامة، الرجل بحجم الوطن. ونحن كمكتب ثقافة علينا واجب، كل الواجب، أن نحتفي بكل الشخصيات الأدبية والثقافية والإبداعية. أستاذ الأجيال دكتور عبد العزيز المقالح قيمة وقامة سامقة في سماء الإبداع والثقافة والفكر، الرجل المختلف المتعدد المواهب والإمكانات التي سخرها في سبيل الأمة والثقافة. خسارتنا فادحة ولا يمكن أن يعوض عن فقده شيء آخر. الدكتور عبد العزيز المقالح واحد من هامات اليمن الكبير، الذي لا يمكن أن نغفل مكانته ولا يمكن أن نغفل ما قدمه لليمن وللغة العربية على امتداد 8 عقود. كان شخصية ذو حضور واسع في المحافل العربية والدولية والمحلية. طبعا المقالح إذ نحتفي به اليوم إنما نحتفي بأنفسنا، نحتفي بحضارتنا. فالمقالح هو وريث للحضارة اليمنية القديمة والحديثة على حد سواء. رحل الدكتور عبد العزيز المقالح عن دنيانا، لكن حضوره الإبداعي والإنساني سيظل محفور في ذاكرتنا، وسيظل اسمه يتردد جيلا بعد جيل.